طيب، يعني طبعا بنلاحظ ان احنا اكتر حاجة بنعاني منها دلوقتي عسر الهضم. مظبوط. ده بقى ناتج من ايه؟ هلا من طريقة الأكل الغلط، اليوم إدخال الطعام على الطعام، الأكل على شبع، الأكل بسرعة، لين احنا بشهر رمضان المبارك بناكل بنشرب العصير، بناكل حبة تمر، بناخد الشوربة، بناخد السلطة قبل الأكل، لين ما بيكون كل يوم عنا على الغداء أو على العشاء سلطة وشوربة، دايماً ناكل الأشياء النية قبل الأشياء المطبوخة، دايماً ناخد السوائل قبل الاشياء الجامده، يعني ضروري انه ناخذ شوربه، ناخذ اشياء سائل للمعده، قله اخذ الالياف، يعني الناس اللي كثير بتاكل رز طب هي وبطاطا الالياف بتعمل عسر هضم لا ولا لا الالياف هي بتساعد على تليين المعده. امال ليه بتتعب مرضى القولون؟ حياتي لا، الالياف ما بتتعب مرضى القولون، هلا اللي معودين ياكلوا كثير خبز، سكر، مقالي، رز، بطاطا، هيدي بيكونوا وبيبقى المصران كسلان، يعني مش بسهوله بياخدوا. في عالم بتشرب زهورات، هلا رح نحكي عن زهورات سليمة، في عالم كتير بتشرب زهورات لتلين الفضلات اللي بقلب المصران، هيدا شيء كتير غلط. نحن بدنا ننشط جهاز الهضمي، ما بيتنشط الا بشرب المي، كل يوم 3 كوب مي على الريق فاتره، على نشرب الريق على الريق ولا طول اليوم؟ لا طول اليوم لازم نشرب اكثر من لتر، لتر وشوي، لانه نقص المي بيعمل جفاف بالبشره، بيعمل 70% من جسم الانسان مي، قد ما فينا نشرب مي، مي، الشاي، الزهورات، الزهورات اللي هي الزهورات يعني بقى ايه بقى مكوناتها؟ مش هلا بحكي عن زهورات، هيدا شيء للمصران، زهورات بشكل عام، البابونج، القصعين، الميراميه، الكركم، الزنجبيل، الاشياء يعني كل شيء، توابل وحبوب وزهورات، كلها هيدي كثير، النعنع، الكركديه بتشربوه انتم كثير بمصر، الكركديه بالضبط. رائع، رائع للمعده، رائع للضغط، للسكري، للذاكره، كثير مهم، الكركم كثير مهم للكبد.